الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. قال عادة السلف في إيش؟ في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، مو بسؤال جوجل، مو بالإنسان يروح يبحث في المواقع عند الشبهة سمعها يروح يبحث، لا، لو كنت قادرا على السلامة من الشبهة لما هجمت على قلبك، فهذا غير قادر على أن يرفعها، وإنما الذي يرفعها هو من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الدين. أنت ترجع إلى عالم وتعرض عليه هذه الشبهة ليكشفها لك، ولا ترجع إلى غيره، لأنك لو رجعت إلى غيره فقد يزيد الشبهة شبهة فتتمكن من قلبك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. قال شوف، العلماء يزيل الشبهة كيف؟ يزيلها بالأدلة، ما يزيلها برأيه أو بهواه أو بما نشأ عليه أهل بلده، لا، وإنما يزيل هذه الشبهة بالدليل. فلا قدرة لأحد على إزالة الشبهات إلا إذا كان معه جيش الأدلة، فإن لم يكن معه جيش الأدلة صار من الأذلة. فالعزيز من العلماء هو الذي يتقوى بجيش الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لاحت شبهة أخذت بقلوب الخلق كان معه من السلاح ما يدفع به هذه الشبهة عن نفسه وعن المسلمين. فالعبد مأمور إن عرضت له شبهة أن يسأل عنها العالم الراسخ، والعالم الراسخ مأمور بأن يدفع هذه الشبهة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.